حققت عدد من إدارات وزارة الداخلية إنجازاً تمثل بحصولها على التصنيف الذهبي ضمن الدورة الرابعة من برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 4. جاء هذا الإنجاز بفضل التوجيهات السديدة لمعالي وزير الداخلية الهادفة إلى رفع كفاءة العمل بما يتماشى مع تطوير وتحديث الجودة الشاملة لكافة إدارات وزارة الداخلية من أجل تقديم أفضل الخدمات بأعلى المستويات مع الحرص على تطوير قدرات منتسبي الوزارة بما يسهم في رفع كفاءتهم وإنتاجيتهم في مجال العمل. بهذه المناسبة تسلمت 8 مراكز خدمة حاصلة على التصنيف الذهبي بوزارة الداخلية الدرعة الذهبية، وهي مركز شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مدينة عيسى والمجمع الأمني، شؤون الجمارك والمنفذ البري، منفذ البحري، المنفذ الجوي، الإدارة العامة للدفاع المدني، المجمع الأمني، الإدارة العامة للمرور، مدرسة تعليم السياقة، رخص أسواق، هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية، مركز بطاقة الهوية فرع مدينة عيسى. ويسهم الدعم المستمر لمعالي وزير الداخلية في تحقيق رسالة وأهداف الوزارة من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتطويرها ومواكبة أحدث التطورات في مختلف المجالات، ما يسهم في تسهيل كافة الإجراءات والتيسير على المواطنين والمقيمين للحصول على خدمات بجودة عالية في وقت أسرع. بكل معنى الكلمة، النقلات النوعية اللي صارت كلنا نفتخر فيها. السعي لتطوير الخدمات وتطوير المراكز جهد جبار وجهد الجميع. الهدف منه الرئيسي بسيط جدا، هو شلون ممكن نخدم المواطن. كل هذا الشغل، كل هذا الجهد عشان نوصل إلى رضا المواطنين بحسب التوجيهات العليا. الهدف الأساسي إن شلون ممكن ننقل هذه الخدمات في المستقبل كذلك إلى أنها تكون أكثر سهولة، الوصول لها يكون أسهل، العمل يكون يخلص فيه بسرعة، المتطلبات الرئيسية البسيطة اللي يطلبها كل مواطن. لكن الجهد اللي وراها نفتخر بالشباب كلهم شلون اشتغلوا وشلون سووا هاي التفاصيل. لا شك ان هذه الجائزة يعني تعتبر فخر لنا ان نفوز بها للمرة الثانية، ولا شك انها يدل على الجهد الكبير اللي قدموه موظفين شؤون الجنسية والجوازات في تطوير الخدمات وانها تكون على اعلى المستوى. ولا شك أن شؤون الجنسية وجوازات الإقامة مستمرين في عملية التطوير والتركيز في المرحلة القادمة على الخدمات المرئية، وإحنا الآن بدينا يمكن في 3 خدمات نقدمها مرئية، وإن شاء الله التطور مستمر فيما يخدم المواطنين والمقيمين. نجاح وزارة الداخلية بفوز أو بحصول 8 مراكز على الدرع الذهبي من 16 مركز، والثمان الثانية محققين التميز الحقيقة فوق 95% من المعايير، دليل على جهد كبير الفريق المركزي اللي عمل بتوجيهات معالي وزير الداخلية ونجاح الوزارة بأنها تقدم الخدمة المتميزة من خلال مراكزها. اليوم عندنا 4 مراكز لأول مرة تحصل على الدرع الذهبي، الجمارك طبعا، وعندنا مدرسة السياقة، وأيضا الدفاع المدني. فعلا الحكومة مهتمة بأن المواطن والمستفيد والعملاء مع الحكومة يحصلون الخدمات على أعلى مستوى. نتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة اللي شجعت جميع القطاعات في الحكومة لتقديم الخدمة الأفضل اللي يستحقها العملاء في مملكة البحرين. طبعا هذه الإنجازات في المنافذ الثلاثة جاءت نتاج عمل فريق متكامل في شؤون الجمارك وتحت إشراف مباشر وتوجيهات مباشرة من سيدي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. شؤون الجمارك حققت الفئة الذهبية في جميع مراكزها الثلاثة في المنفذ الجوي والبحري والبري، فتهنئتي للجميع العاملين في مراكز الخدمة في شؤون الجمارك على حصولهم على هذا التقدير والتقييم. الحمد لله رب العالمين، فرع بطاقة الهوية مدينة عيسى اليوم حصل على الدرع الذهبي وفي برنامج تقييم 4، وهذه ثاني مرة الفرع مدينة عيسى حصلها، طبعا حصلها في أول مرة وهالسنة في تقييم في الدورة الرابعة حق البرنامج الحمد لله رب العالمين حصلناها، وإن شاء الله يعني الطموح مستمر والتميز ما بيوقف عند حد، ومستمرين في خدمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بإذن الله.